هذا تقاطع الزنجلي رفاعي نزل الى حاول الكنيسه. معاناتنا هاي الطسه وطسه اللخ اللي جوا. هاي صار من تحررنا لحد الان وجو سووا المجاري وحفروا مرت اللخ وطق البوري وحفروا مرت اللخ وعافوا، يعني كل المنطقه افتروا على هاي الشارع. نحن هاي محجه، والله رساله انه خلي يشتغلون باخلاص. ما يشتغل لي هذا الشارع اللي قبالك نفس الشيء، يجي يرقع، جاء هذا سوى الخاصر المقاول، يعني بلطوا يمكن بس بقيل اسود هيش ومشه ورجعت حفر مرت الله. رسالة انه خلي تقول الله بهاي الناس، ما اشتغل بمكان زين ومكان اعوفه واهملها نهائي، ما يصير. المعاناه اللي عاني منها انه الشوارع الزحامات البطاله، يعني هو بعض احنا حاليا باي مكان، احنا حاليا شنو هاي المعاناه اللي تعانونها بالشارع هذا؟ والله الشارع الطسات نعم من التحرير لحد الان ما حد يجوا عليها، ما حد شافها، يجوا عليها مسؤولين يقولوا راح نسويها ويطلع قبل ما حد يشتغل ما حد يسويها. سيارتكم تعبت من وراها؟ سيارتنا تعبت من وراها. شو الطالب، شو توجه رساله؟ والله نوجه رساله للحكومه انه توفير عمل البطاله، تبليط الشوارع، إعانة المواطنين، انه الجانب الايمن يهتمون بي مو شويه، انه اكثر من اللازم. والله طيب المسؤولين ما يشوفونها؟ ما يجون من هنا؟ سياراتكم ما تعبت؟ سياراتنا تكسرت هسه على الطخم منتهي. تعبان. شو توجه رساله؟ والله وجه رساله بانه يقومون يبلطون هالشوارع هذه، يسوون لنا خدمات، مجاري، ماي. خصوصا بالايمني والله. هاي النزله مال الرفاعي. وهنا تقاطع الزنجيلي. هذا تقاطع الزنجيلي، هذا الشارع مكسر من بدايه التحرير لهذا اليوم، ما حد لا جاء سواه ولا عمله ولا حد جاء عليه نهائي. وعندك قدام نفس الشيء، نزله الاخ نفس الحاله، وتطلع لي قدام نفس الشيء. يعني سياراتكم ما تعبت؟ سياراتنا تفلشت، كسرت عمي والله. كل تاكسيات يوميه تروحون تجون، يوميه رايحين جايين، طخم يعني كل شهرين 300 125 الف من ورا هاي الطسات والنقر.